السلام عليكم الغزاله ديالي صباحكم مبروك السلام عليكم الدراري اللي منوريني اهلا وسهلا بكم في القناه ديالكم ديليس سكيما اليوم البنات جبت لكم ايس كريم في الكاسات بواحد الشكل زوين وراقي بزاف نتمنى انه يعجبكم ينال رضاكم وهذا الايس كريم بالفواكه غادي نديرو الفريز وغنديرو السوريز فكيجي روعة بزاف والجيد الجديد بالزاف بزاف بزاف بمكونات بسيطة جدا جدا مع تحضير طريقة تحضير نستلي في منديلي فانا غنوريكم الطريقة ديالي لان بزاف البنات طلبوا مني طريقة ديال نستلي كيفاش كنحضرو في الدار فالبنات كنحتاجو من كاس واحد يعني كاس عبر واحد كنعبروا به السكر كنعبروا به الحليب هذا غبره وكنعبروا به الماء يعني كاس واحد صافي كنحطوهم كلهم على النار بالنسبه للماء يكون دافي شويه باش يذوب لي الحليب ينيدو كنقولوا له حنا نيدو الحليب بودره صافي وتنخلطهم مزيان وتنخليهم فوق النار فانا ما غاديش نقطع من الفيديو غادي نخليكم تشوفوا المراحل يعني كيفاش خاصو يكون و... و... وش خصو يغلي فدابا البنات هو بدا كيغلي غادي نخليه يغلي وكنجيب واحد المعلقه وكنبدا نجرب فيه بحال العسل بحال كي كنديروا العسل كنهزوا معلقه وكنبقاو وكنبقا كنبردوها شويه وتنقيسوا واش جمد ولا ما جمدش الا بان ولا بحال العسل فصافي هو تيكون خفيف شويه على العسل تيبان لنا بدا كيتلصق صافي كنطفيو عليه النار وكنزولوه فهذا كيجي زوين بزاف بزاف بالنسبه للبنات اللي بغاو نستلي الكراميل راح تدرسوا معاكم بدون نيدو اللي بغاتو بنيدو فهاد كل اللي في التعاليق نحضروا معاكم لان كنت في بدايه القناه حطيته ليكم فاللي بغاتو نعاودو ماشي مشكل نعاودو لكم من الاول تيجي بحال ديال الزنقه تماما فهاد نيسلي ما تفرقيش ما بينه وما بين ديال الزنقه و وكيجي ساهل وكت... ضمني انه ما كيخسر ما تجي حاجه ما كيتحرق لك الحليب لا والو ماشي بحال الاخر كطيبي الحليب بزاف حتى كي حتى كت يعني ما كيمشي كلشي من الحليب هذا لا هذا كتغلي غير شويه صافي كيعقد وشي تيولي جاهز فهو هنايا يجهز معايا كيف كتشوفوا حتى هو كيولي داير بحال الكراميل يعني تي تيتقال تيولي الفقاعات فيه بزاف وكتحسي به ثقيل كيف كتشوفوه ثقيل فهذا غادي يبرد غادي يولي ليا غزال كيف كتشوفوها هو دابا عندي برد شوفوا كيفاش داير ولا اروع ولا اروع منه غزال وزوين هنا عندي برد انا حضرتو معاكم البنات باش ما تبقاوش آه يعني تلقاو آه تلقاو شي شي مبرر ما تجربوش الوصفات اللي فيهم نستلي لان نسلي كيعطي واحد البنه زوينه للكلاص والحلويات و... وكل شيء كل شيء انا كنديرو في كل شيء يعني كل شيء كنحضروا به نتمنى ان الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوها لانها فعلا تستحق تجربة بالنسبه للكلاص ديالنا بطبيعه الحال غنحتاجو لنسلي اربعه المعالق كبار ديال نسلي غادي نحتاج له الفريز انا الفريز انا خرجته قبل الوقت كان في الفريكو فخرجته قبل الوقت غير باش يرطب واحد شويه باش نقدر ندوزو في الميكسور فهو خاصو يكون ثلج و... و... ويطاب غير شويه يعني باش تقدري تطحنيه وعندي سوريز عندي دانون ياغورت طاب آه بالفانيلا عندي الف... السوريز تا هو خرجته شو شويه قبل باش يسهل عليا كيف قلت لكم انني نميكسيهم وعندي روح الفانيلا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو ممكن روح الفانيلا ما ديريهاش لان دانون راه كافي كيعطي البنه ديالو وعندي الكريم فريش اللي كنخدم بها دائما عندي 20 لتر هذه كافيه اي يعني 200 كافيه لهذا الكلاس هذا كتخرج لك ربعة طاسات تبارك الله راهم كبارين يعني كميه كتقد لاربعه الاشخاص وهذوك الزليفات راهم صغارين يعني تقريبا نص زلافه كبيره ديال الفواكه هنا كنديروا الكريمه وهنا كيبقى لك الاختيار انك تطلعيها بالباتور او تطلعيها بالميكسور فانا قلت غادي نخدم بالميكسور غنطحن به فما نبقاش نكثر عليا في الماعن نخدم بالميكسور كيف كتشوفوا كنطلعوها حتى كتولي اون موس يعني كتولي بحال الموس ماشي كريم شونسي يعني كتولي ثقيله شويه بحال المايونيز من بعد كنضيف ليها كيف كتشوفوا هنايا اربعه د المعالق كبار ديال نستلي اللي حضرت معاكم كيف كتشوفوا ما كاينش شي فرق بينه وبين نستلي الاخر كنزيدو عليه دانون فاني روح ديال الفانيلا وكيف قلت هي اختياريه ممكن ما ديريهاش انا كتعجبني نروح هاد الفاني في كلشي كنديرها في كلشي هنايا غادي نقسمو الخليط على جوج او غادي نضيفو لكل واحد فيهم هذا واحد غنضيفو له الفريز وواحد غادي نضيفو له ممكن دير اي فاكهه بغيتي اي فاكهه شتي هاد الوصفه ديروا بها اي فاكهه بغيتو المانغا الخوخ المشماش الفريز اي وصفه بغيتو صافي وكطحني حتى كيدوب تماما يعني حتى ما كيمتاجز انتزج عفوا ويدوب تماما من بعد كنجيبوا طويصات كيف غادي نوريكم دابا كنميلوهم واحد شويه هنايا غنطحنوا هنا جاوني الالوان قرابي لبعضياتهم جاوني شويه قرابين فضفت هنايا شويه ديال الملون السوريز ضفت له الملون عندي هنا الملون غوز ضفت له الملون غوز وشويه ديال الملون زرق باش وعطاني داك اللون موف باش ما قرابي قرابين بعضياتهم لان الشكل اللي بغيت ندير يكونوا بعادين على بعضياتهم في اللون هنايا كنميلو الكويسات كيف كتشوفوا وكنعمروهم فإلا ما تبتوش ليكم ديروا الطريف ديال الورق أنا من بعد درت طريف ديال إسويتو درتو تحسن منه صافي وبقاو شادين البلاصه ديالهم خشيتهم في المجمد غير يشدوا راسهم شويه يعني ما يبقاوش كيميلوا ليا صافي ونخرجهم ونضيف ليهم الفريز فالفريز فالخليط ديال الفريز كنخشيه في الثلاجه وتنخليه حتى كيجمدو كي هادو شويه فتقريبا واحد نص ساعه ساعه الا انا الثلاجه عندي مزيانه مجهده يعني فدغيا دغيا جمدو ليا كيجمدو كيشدو راسهم من بعد كتضيفي كتس مين ليهم الجهه المقابله وكتعاودي تحمريهم بالفاكهه الاخرى وممكن البنات ديروا غير النص نص يعني نص نص ديري النص ودخليه يجمد شويه من بعد ديري النص الاخر هادشي كيجي زوين وجراقي داكشي علاش بغيت نشاركو معكم كي قلت لكم دخلهم عفوا المجمد هنايا يعني عندي الفريز البنات دوبت شكلاط الشكلاط دوبته في حمام مائي او حمام مريم وبديت كنشد الفريز كنغطسو في الشوكولا باش نزين به الكلاص ديالي كيف كتشوفوا الشوكولا اللي كنخدم بها البنات كيسولوني البنات بزاف شنو الشوكولا اللي كتخدمي فانا كنخدم باكبر البنات ما كنحتاج نزيدو لا زيت لا حتى شي حاجه نوعية ممتازه وزوين بزاف وماشي الشوكولا يعني بيغ هو راه هو بديل الشوكولاته وين زوين كاين بالحليب وكاين كحل يعني اسود وكاين ابيض زوين بزاف ما كندير الاصال حتى واحد البنات انا غير كنقول لكم لان بزاف د الناس كيطلبوا مني شنو الشوكولاطه اللي كتخدمي بها فهذا هو الشكلاط اللي كنخدم به كيبقى كيلمع وزوين كيف كتشوفوا هنايا الطويصات ديالي جبتهم وغادي نقلبهم الجهة المقابله شفتوا كيفاش وغادي نجيب الفريز غادي نكب فيهم الفريز ونعمر الطاسه مزيان فممكن تعمريها يعني ماشي مايله تعمرها قاده، أنا عمرتها مايلة باش يبقى لي داك الخوا، باش نعمرو بالفريز ونعمرو بشوكولا، فالوصفة واعرة البنات، والله العظيم واعرة واعرة بزاف بزاف، نتمنى أنها تعجبكم وتجربوها، لأنها يعني فعلا تستحق تجربة وما تبخلوش عليا بالاشتراك مع تفعيل الجرس ولا قدرتو تبارطاجيو بارطاجيو القناه ديالي لان يعني كلكم كتقولوا لي ان القناه ديالي كتعجبكم ومع ذلك البارطاج ما كاينش فبارطاجيو معايا الله يرحم ليكم الوالدين وشكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم والمساندة ديالكم وكلامكم الغزال بزاف بزاف ليتي شجعني اللي تشجعني أنني نستمر شكرا لكم اذا هذا هو الكلاص ديالنا كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش جا راه خطيره البنات جا نتمنى ويجبكم يعجبكم وينال رضاكم وتجربوه لوليداتكم وتفرحوهم في هذا الصيف هذا هو اللي كيصلح دابا الكلاص هو اللي كيصلح في الصيف تيبرد علينا وعليهم اذا نتمنى ان القناه ديالي تعجبكم وتنال رضاكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد وصور جديده فكره جديده وما تنسونيش من لايك 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 لايك